وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة احترف برنامج وورد. في هذا الفيديو راح نتعرف على مهارة مهمة جدا وبسيطة ايضا في نفس الوقت، واللي هي تقليص صفحة واحدة من مجموعة صفحات. مثلا عندي بحث، وهذا البحث اريده يكون 3 صفحات بدلا ان يكون 4 صفحات، او 5 بدلا ان يكون 6، وهكذا. العملية سهلة جدا، ممكن انه اصغر حجم النصوص بقليل، راح تصير عندي هذه عملية التصغير أو التقليص. ولكن هنالك أمر احترافي جدا، هذا الأمر هو يقلص لنا عدد الصفحات صفحة واحدة مع الاحتفاظ على النص كما هو. الخيار موجود ضمن الخيارات، لابد أنه نستدعيه ونضيفه بقائمة جديدة من ضمن هذه القوائم أو في قائمة جديدة. نذهب إلى الجزء العلوي بالأعلى بهذه الطريقة ونختار أوامر إضافية، ومن ثم نجي إلى تخصيص الشريط. طبعا بالأعلى الأوامر الشائعة نغيرها إلى كافة الأوامر، وطبعا ننزل إلى الأمر اللي هو اسمه تقليص الشريط، اللي هو حرف التاء طبعا مرتبة حسب الحروف الأبجدية، حرف التاء والقاف. طبعا عندنا هنا حرف التاء مع الحاء، طبعا ننزل قليلا لأن نصل إلى حرف التاء مع القاف اللي هو تقليص الشريط، اللي هو تقليص صفحة واحدة. طبعا هذا هو الأمر. طبعا حتى أضيف هذا الأمر بإمكاني أضيفه إلى الصفحة الرئيسية، أو بإمكاني أضيف صفحة جديدة من خلال علامة تبويب جديدة، وبإمكاني أنه طبعا أعيد تسميتها من خلال إعادة تسمية، أسميها مثلا أوامر إضافية. أيضا بإمكاني أنه أختار من ضمن هذه الأيقونات مثلا هذه العلامة، ومن ثم موافق. طبعا بعد ما حددت هذه علامة التبويب أجي إلى هذا الأمر اللي هو تقليص صفحة واحدة، وأختار طبعا إضافة. ألاحظ أنه الأمر هذا راح يكون موجود. أيضا بإمكاني أنه أعيد تسمية هذه العلامة الجديدة اللي هي مثلا ممكن تكون أوامر إضافية. بإمكاني أضيف مجموعة من الخيارات إلى هذه النافذة، راح أكتفي فقط بأوامر إضافية ومن ثم موافق. إذا ألاحظ هنا أنا عندي أوامر إضافية أصبح بها هذا الأمر اللي هو تقليص صفحة واحدة. عندما أضغط على تقليص صفحة واحدة ألاحظ أنه الصفحات راح تكون 3 صفحات بدلا من 4. طبعا هو راح يصغر حجم النص قليلا جدا، وبالتالي راح يحافظ لي على النص وراح يقلص لي عدد الصفحات.